عليكم اعزائي التلاميذ، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشوفوا اول كوغ ديال لا بارتي شيمي اللي هو لو كوغ ديال لي زيسبيس شيميك. كنصحكم نورمالمون قبل ما تبداو معايا الفيديو تشوفوا دوك المصطلحات اللي خليت لكم في الديبي بالعربيه والفرنسيه، تحاولوا تحفظوهم باش يسهل عليكم الفهم ديال هاد لو كوغ اون فرونسي. كنوعدكم بان بلي الا تفرجتوا الفيديو من الاول حتى الاخر غادي تفهموا باذن الله بكل بساطه. وما تنساش دير لايك قبل ما تشوف هذا الفيديو ونبداو على بركه الله. دونك نوسيون دو لاسبيس شيميك، كيسكو سا فون دير اون اسبيس شيميك، شنو كنقصدوا بواحد لاسبيس شيميك، شنو كنقصدوا بنوع كيميائي. لاسبيس شيميك ايت ان انسومبل دونتيتي ايدونتيك، هو مجموعه من الاجزاء متشابهه. هذه الاجزاء هذه تقدر تكون يا اما موليكولار، اجزاء اللي هي عباره عن جزيئات، او لا ايونيك، يعني هاد الاجزاء يقدروا يكونوا عباره على ديزيون، او لا اتوميك، يقدروا يكونوا هاد الاجزاء اللي كيكونوا لنا لي سبيشيميك عباره على ديزاتوم. ناخذ مثال باش نفهموا هادشي مزيان. برونو باغ اكزومبل اون باك دو كويفر، الا خديت واحد الخاتم ديال النحاس، الا تاملتو على شكل ميكروسكوبيك يعني مجهريا، غنلقى بان شنو هما لي كومبوزون ديال هاد اللي كيدخلوا في التكوين ديال هاد لا باك دو كويفر. غنلقى بان كتكون من واحد ديزاتوم ديال سي او، من العديد من الذرات ديال النحاس. دونك كنلقى ذره 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 ذره، دونك دي زونتيتي ايدونتيك بحال بحال. بالنسبه للمو، الى تاملنا وشفنا شنو المكونات من اش كيتكون الماء، غنلقاو كيتكون لينا من واحد نورمالمون من واحد لي موليكول، هاد لي موليكول هادو ديال اش دو زو. غنلقى الماء كامل كيتكون من بزاف ديال الجزيئات. تخي بيان. وإلا خدينا مثلا اون سوليسيون، هادي سي اون سوليسيون ديال لا فورمول ديال لا سوليسيون كتكون اونتر بارونتيز ان ا بلس بلس ان موا، هادي المحلول هذا غنلقاو كيتكون من دي زيون، من لي زيون ان ا بلس ديال الصوديوم، ومن لي زيون ديال الكلورور ديال الكلور سي ان موا. تخي بيان. دونك اي اسبيس شيمي كيف ما كتلاحظوا كتكون يا اما من دي موليكول بحال بحال، او لا من دي زيون بحال هاد الحاله هادي، او لا من دي زاتوم بحال هاد الحاله هادي. تخي بيان. خصنا عاوتاني ميزو ما بين لاسبيس شيميك وما بين لا سوبستان شيميك. فاش كنقول لا سوبستان شيميك هي الماده الكيميائيه. دونك سي كوا لا سوبستان شيميك؟ سي ان انسومبل دي اسبيس شيميك. دونك فاش كيكون عندي ان اسبيس شيميك، ان اسبيس شيميك يعني مجموعه منه، كنقولوا بان هذه راه سي اون ماتيير او لا سي اون سوبستانس شيميك. باش تفهموا مزيان ناخذ واحد المثال بسيط، غادي ناخذ لو اللي كنستعملوه بزاف في الحياه اليوميه، وناخذ لاعب اللي هو محيط بين اللي هو الهواء. دونك هنا خدينا اون بوتيل بيان سور مسدوده، يعني تكون كتكون من الاخر، وناخذينا واحد الاناء عامر بلو. دونك الا سولتك هنا وقلت لك من اش كيتكون لو، غادي تقول لي كيتكون من واحد لي موليكول ديال اش دو زو. تخي بيان. دونك فيهم نوع واحد ديال لي زيسبيس، يعني فيه بزاف ديال لي زيسبيس اللي هما نورمالمون دي موليكول ديال الماء ديال اش دو زو. فهاد الحاله هادي غنقولوا بان لو لو تيب ديالو، يعني خصني نعرف بان هاد لي سبيس شيميك او لا سوبستان شيميك تقدر تكون يا اما جسم خالص قريتوه في السابعه، او لا خليط، يعني يقدر يكون جسم خالص كيتكون من اسبيس شيميك وحده، او لا يقدر يكون ميلونج، يعني داخل في التكوين ديالو بزاف ديال الانواع ديال لي زيسبيس شيميك. دونك نقدروا نقولوا لو هو كيتكون من نوع واحد ديال لي موليكول هما اش دو زو. دونك نقولوا لو سي ان كور بور. ولكن الى مشينا لاخ وقلنا شنو هما المكونات ديالو، غنلقاو كيتكون حتى هو من دي موليكول، ولكن هاد لي موليكول يقدروا يكونوا ديال او 2، يقدروا يكونوا ديال ثنائي الاكسجين، وكاينين عاوتاني يقدر يكون كيتكون، يعني كيتكون هو نورمالمون من لي موليكول ديال او 2 ومن لي موليكول ديال ان 2، يعني كيتكون من ثنائي الازوت وكيتكون من ثنائي الاكسجين. كنلاحظ بانه كيدخل في التركيبه ديالو دي زيسبيس شيميك اللي ماشي من نفس النوع. فهاد الحاله هادي كنقولوا بان لاخ نورمالمون سي ان ميلونج. دونك كنتمنى تكونوا ميزتوا ما بين شنو كنقصدوا ما بين ميلونج خليط وما بين ان كور بيغ. كور بيغ كيكون كيتكون من نوع واحد ديال لي زيسبيس شيميك، بالنسبه للميلونج كيكون كيتكون من بليزيوغ تيب ديال لي زيسبيس شيميك. دونك الى تاملنا مزيان هاد لو، لو نورمالمون غادي نعتبرو هو ولاخ، غادي نعتبرو لو انا، غادي نعتبروهم مواد كيميائيه دي سوبستانس شيميك. علاش دي سوبستانس شيميك؟ حيت كيتكونوا من مجموعه من لي زيسبيس شيميك. تخي بيان. دونك لو مناش كيتكون؟ قلنا لو كيتكون نورمالمون
même les molécules de H2O. بالنسبه للاير كيتكون من لي موليكول ديال O2 ومن لي موليكول ديال N2 من ديوكسيجين ومن ديازوت يعني كيتكون من ديازوت اي ديوكسيجين دونك هادو غادي نسميهم نورمالمون دي اسبيس شيميك قلنا كل سوبستانس شيميك يعني لو ال كيتكونوا من دي موليكول ولا من دي اتوم دونك كيتسموا هاد لي موليكول هاد لي اتوم كيتسموا اسبيس شيميك وهاد لي زيسبيس شيميك الى زدنا يعني دخلنا في التركيبه ديالهم غنلقاهم كيتكونوا من واحد لي زيليمون شيميك بحال مثلا هاد الموليكول كتكون من لي زاتوم ديال ازوت ديال نيتروجين ديوكسيجين نورمالمون كيتكون من لي زاتوم ديال الاكسجين بالنسبه لاش 2 او كيتكون من لي زاتوم اش ديال الهيدروجين ومن لي زاتوم ديال الاكسجين او اكسيتيرا دونك كل اسبيس شيميك كتكون كتكون حتى هي بدورها من دي زيليمون شيميك تري بيان دابا غادي نشوفوا لا سويت ديال لو كور ديالنا خصنا نعرف انا اي اسبيس شيميك موجوده في الطبيعه كنقدر نميز كل اسبيس شيميك كيكون عندها دي كاركتيريستيك ديالها كيكون عندها ليتا فيزيك ديالها كنقدروا نميزوا اسبيس شيميك على اسبيس شيميك ليتا فيزيك يعني تقدر تكون اسبيس شيميك في الحاله الغازيه غاز ولا سوليد صلب او لا ليكيد نقدر نهضر على لا كولور نقدر نميز ما بين هاد الاسبيس وهاد الاسبيس شيميك بلا كولور نقدر نميز بيناتهم بلا فورمول شيميك مثلا هاد الاسبيس شيميك عنده هاد لا فورمول هادي ولا الاسبيس شيميك الاخر عنده لا فورمول ديالو اكسيتيرا لا ماس فوليميك كل نوع كيميائي كتكون عنده واحد الكتله حجميه ديالو لا سوليبيليتي كل نوع كيميائي كيتميز على الاخر بالدرجه ديال الذوبان واحد كيذوب بالزربه واحد كيذوب بشويه اكسيتيرا كل نوع كيميائي كيتميز على الاخر بلا تمبيراتور درجه الحراره دو فيزيون ديال الانصهار ديبيليسيون ديال الغليان اكسيتيرا يعني كنقدر نميز ما بين نوع كيميائي ونوع كيميائي اخر بهذه لي كاركتيريستيك Pour identifier une espèce chimique, fash kanbghi nkchaf ala wahed l'espèce chimique. Chno homa l'omour li kanstamelhom. Awwal haja l'utilisation des 5 sens. Awwalan kanqdrou nstamelou l'hawas l'khamsa dialna. Chno homa l'hawas l'khamsa li andna? Kayn la vue, men la vue nqdrou n'arfo l'loun, la couleur, nqdrou n'hdrou ala la forme. Hadchi kanqdar nmeyizo bilia. نقدروا نستعملوا الحاسه الثانيه ديال اللوي ديال السمع لودوغا ديال الشم نقدر نورمالمون نستعمل الحاسه ديال التذوق لوغو لوغو غادي نعرف بان واش كاين نورمالمون كاين لو سال ولا كاين لو سكر واش كاين الملوحه ولا واش كاين السكريات اكسيتيرا نقدروا نستعملوا الحاسه الخامسه اللي هي لو توشي اي انسي دو سويت غير هو هاد الحواس اللي عندنا ما غاس انسوفيزون كيبقاو غير كافيين باش نديستانغيو باش نقدروا نتعرفوا على العناصر الكيميائيه باسكو كاين واحد العناصر الكيميائيه اللي دونجورو خطيره يعني الحواس ديالنا كيبقاو غير امينين غير كافيين دونك في الحاله هذه كنقدروا نستعملوا واحد لي تيست وهاد لي تيست هادو كيتسموا لي تيست شيميك دونك كنوصلوا لواحد الحد كنلقاو بان الحواس ديالنا غير كافيين كنوليو خصنا نديرو واحد التجارب اولا واحد لي تيست شيميك هاد لي تيست شيميك كيخليونا نتعرفوا على واش كاين واحد لي تيست شيميك في واحد لا ماتيغ او لا دونك هنا غادي نشوفوا 3 تيست شيميك كيف ما كتشوفوا التيست الاول خاص الا بغينا نعرفوا واش كاين الماء واش كاين الماء في واحد لا ماتيغ ولا في واحد لو برودوي التيست الثاني كنكشفوا به واش كاين الجلوكوز في واحد لا ماتيغ او التيست الثالث كيخلينا نتعرفوا على سكون ابل لاميدون النشا واش كاين في واحد لا ماتيغ ولا لا دونك نبداو بالمثال الاول اللي هو لو بغيت نعرف مثلا واش الماء كاين في واحد الماده او لا في واحد الجسم معين دونك هنا ناخذ التجربه رقم واحد دونك غادي ناخذ واحد لي مورسو دو بام دي مورسو دو بام دونك هادو مورسو دو بوم فوالا بغيت نعرف انا هاد التفاح هذا واش فيه الماء ولا ما فيهش الماء شنو كنستعمل جاجوت سولفات دو كويفر كنضيف واحد المحلول ديال سولفات دو كويفر انيدغ غير مميع كيكون هو صلب داكوغ كنزيدو اللي هو الصيغه الكيميائيه ديالو سولفات دو كويفر
CuSO4. D'accord, donc un zido. C'est une phase de cuir, c'est une poudre blanche. Il y a un mishaq abiyad. Donc, fash kan dayfou ala des morceaux de pomme, chnou kiwqa avec le temps. Avec la poudre كتبلوي كتولي زرقاء كنلاحظ بان هذا البوم هذا ولا فيه واحد اللون اللي هو زرق دونك الى كبيت سيرفاس دو كويف على واحد العنصر او لا ان مورسو دو بوم ولا ان مورسو دو اورانج وبغيت نعرف واش فيه الماء ولا لا دونك الى كبيت هاد السيرفاس دو كويف وتزرقات ما ولا واحد اللون زرق هي نورمالمون كتكون بيضاء ولكن فاش كتكبها وكيزرق داك الشيء كنعرفوا بان هنا راه كاين لو كنعرفوا بان وسط هاد البوم راه كاين لو التجربه الثانيه كنقدروا نستعملوا هذا التيست هذا باش نكشفوا على الجلوكوز الجلوكوز هو سي تان سكر نوع من السكريات الا بغينا نكشفوا عليه كنديروا واحد التجربه هاد التجربه كنستعملوا فيها واحد تيوب ASC واحد الانبوب هاد الانبوب شنو كندير فيه كندير فيه مثلا مورسو دو بوم كنديروا فيه لي مورسو دو بوم ديالنا وكنضيفوا واحد المحلول اخر هذا المحلول اللي كنضيفوا هو ليكور دو فيلين ليكور دو فيلين فوالا دونك هنا دابا عندنا لي مورسو دو بوم وعندنا هذا المحلول هذا هذا المحلول هذا نورمالمون اللون ديالو هو بلو زرق دونك فاش كنكبوه ثاني حاجه كنديرو اون شوك كنديرو التسخين دونك كنديرو واحد الموقد هنايا كنضبطوه و كنعطيو الحراره لهذا الانبوب هذا باغ لا سويت شنو كنلاحظو في هاد التيوب ASC شنو كنلاحظو نورمالمون كيتكون لينا واحد البريسيبيتي روج بريك دونك كيتكون لينا هنايا واحد الراصد احمر اجوري بحال اللون ديال الياجور في هذه الحالة هذه كنقولوا بأن هذه مورسو دو بوم اللي درت هنا راه داخل في التكوين ديالهم واحد السوبستانس كيميك اللي هي الجلوكوز. إلا بغيت نعرف أنا دابا إلا شديت مثلا بطاطا بوم دو تيغ خديت بوم دو تيغ ناخذ مثلا البطاطا وبغينا نعرف واش فيها لاميدون ولا ما فيهاش لاميدون دونك ناخذ لي مورسو دو بوم دو تيغ مثلا هادو نورمالمون بوم دو تيغ قلت لك أنا بغي كشف ليا واش بصح كاين هنا النشا ولا ما كاينش لاميدون شنو كنديرو في التجربه اون اجوت دي غوت دو لو يودي كنضيفو واحد القطرات واحد القطرات من لو يودي ولكن كيمكننا من الكشف على لاميدون شنو كيوقع هو نورمالمون شنو هو اللون ديال هاد لو يودي ماغون دونك انت كتكب واحد لي غوت ديال لو يودي اللي كيكونوا في الماغون اون فوا كتكبهم على هاد لي مورسو دو بوم دو تيغ شنو كيوقع ايل دوفيان بلو كيوليو زرقين كيزراقو وهاد الزرق هذا كيولي واحد الزرق اللي هو قاتم بغوني كيكون داكن فهاد الحالة هادي كنقولو بأن هاد لي مورسو دو بوم دو تيغ سون كومبوزي دو لاميدون هادشي باش كنعرفوا واش كاين لاميدون او لا ما كاينش وكاين بزاف ديال لي تيست اللي كنقدروا نستعملوهم باش نكشفوا على بزاف ديال لي زيسبيس كيميك ونكملوا لو كور ديالنا الوغ دابا غادي نشوفوا ان اوتر تيب ديال لي تيست اللي كنستعملوهم نورمالمون هاد لو تيست هذا كيتسمى لو تيست دو لاسيديتي وهاد لو تيست دو لاسيديتي نورمالمون ما جديتش عليكم قريتو في 3 اني دو كوليج باغ اكزومبل جو بران اون ماتيير ولا واحد لا سوليسيون اكس وبغيت نيدونتيفي يعني واش لا ناتور ديال هاد لا سوليسيون واش هي اسيد ولا باز ولا نتر دونك كلاسينا العمي في ثلاثه ديال الاصناف كاين لي سوليسيون اللي كيكونوا بازيك كاين اللي كيكونوا اسيد كاين اللي كيكونوا نتر بيان سور انا قلنا بلي ليسونس ديالنا الحواس الخمسه ديالنا ما كافينش باغ اكزومبل الا خديت مثلا كاس ديال الماء ديال جافيل ولا كاس ديال باغ اكزومبل ديال الماء القاطع وقلت لك باغ اكزومبل وشوف ليا واش هذا بازيك بزاف اولا واش اسيد بزاف ما يمكنش تيستي بلو بو ديالك ولا هذا راه لسانك غادي يمشي دونك هنا خصنا نفكروا في واحد لي تيست اللي نورمالمون كنستعملوهم في لي لابوغاتوار وباش ندير هاد لو تيست دو لاسيديتي كنستعمل جوج ديال الوسائل يا اما كنستعمل بي اش متر نورمالمون سي تان نورمالمون سي تان اباراي هو جهاز ديال القياس اولا كنستعملو بابيي بي اش ولا كنستعملوا ورق بي اش هذا ورق بي اش اون فوا كتخشيه انت فواحد لا سوليسيون كياخذ واحد لا كولور لا كولور يقدر ياخذ لا كولور جون ولا فيرت ولا نوار اكسيتيرا وكل لون كياخذو ملي كندخلوه في لا سوليسيون وكيتبدل اللون ديالو لواحد اللون اللي قلنا كل لون كيكون ديجا
واحد الميثاق كل لون كيدل على قيمه ديال البي اش فهمتي دونك هنايا نقدروا نصنفوا لي سوليوشن ديالنا لثلاثه ديال لي كلاس ثلاثه ديال الاصناف كاين لي سوليوشن الاولين والثانيين والثالثين دونك فاش كنقاس بي اش كو ساسوا بالبابي بي اش ولا بي اش مات خرج وخرجت لي هاد بي اش هي نورمالمون سي تان نونج كيكون محصور ما بين 1 و 14 الا خرجت لي هاد بي اش هادي انفيريور دو 7 اذا كان صغر من 7 يعني 6.5 2 3 1 الى غير ذلك فهاد الحاله هادي كنقولوا بان داك لا ماتيير او داك لا سوليوشن راها اسيد صافي ملي تكون عندنا بي اش متصوره ولا صغر من 7 اوتوماتيكمون ما وصلش ل 7 ولكن صغر من 7 كنقولوا بان راه هاد لا سوليوشن هاد لا ماتيير راها اسيد يعني راها فوالا اسيد الى خرجتنا بي اش ايتيغال ا 7 خرجت بالضبط كتساوي 7 كنقولوا بلي هاد لا ماتيير ولا هاد لا سوليوشن راها نوتر محايد او لا محايده ولا عبرنا بي اش بهاد لي دو مويان وخرجت لينا سوبيريور دو 7 كبار من 7 يعني ما بين 7 و 14 يعني اكبر قيمه كتكون هي 14 فهاد الحاله هادي راه حنا كنتكلموا على لي ماتيير ولا لي سوليوشن بازيك دونك هنا راه كتكون عندنا اون باز فوالا هكا كنديروا لا كلاسيفيكاسيون سولون لاسيديتي دابا الا بغيت نكلاسي لي زيسبيس شيميك لي زيسبيس شيميك كنقدر نصنفهم لجوج ديال الانواع بروميييرمون لي سبيس شيميك تقدر تكون يا اما ناتوريل يا اما ارتيفيسيال باللغه العربيه لي سبيس شيميك تقدر تكون نوع كيميائي طبيعي ولا نوع ولا ماده كيميائيه صناعيه مصنعه دونك فاش كنقول لي سبيس شيميك ناتوريل سي اون ماتيير ولا سي اون سبيس كي اكزيست ديجا دون لا ناتور هذيك الماده اللي كتكون ديجا موجوده في الطبيعه كنقولوا ماده طبيعيه كوم اكزومبل لو كاوتشو هذا لو كاوتشو كيتخرج ديالو من واحد النوع سبيسيفيك ديال لي زارف لارف كاينه في لا ناتور دونك لو كاوتشو في هذه الحاله اللي خرجناه من لارف لارف خرجته من لارف هي حاجه من لا ناتور دونك كنقولوا سي اون سبيس ولا سي ان سبيس شيميك لو كلورور دو صوديوم او بيان لو سيل دو كويزين الملح ديال الطعام اللي كنستعملوها نورمالمون كنسميوها كيميائيا لو كلورور دو صوديوم ولا فورمول ديالها ان ا سي ال نورمالمون كنخرجوها من الماء ديال البحر دونك حتى هي خارجه من لا ناتور دونك حتى هي راه اسبيس شيميك ناتوريل لو اللي كنشربوا الماء نورمالمون حتى هو ماده طبيعيه لو كلوكوز اللي هو نوع من السكر اللي لا فورمول شيميك ديالو سي 6 اش 12 او 2 هو c'est une espèce ou bien c'est un espèce chimique naturel déjà موجود pas bien pardon il a des espèces chimiques صناعي ديالو لا فابريكاسيون ديالو في لي لابوراتوار بارلون دخل في الصنع ديالهم الانسان كنقول بان هاد لي سبيس شيميك ارتيفيسيال كوم كوا كوم لا فيتامين سي حتى هي كيتم الاستخراج ديالها من واحد لي فخوي ولا واحد لي ليغوم من طرف الانسان في دي لابو دونك كنقولوا لا فيتامين سي سي ان اسبيس شيميك ارتيفيسيال سكر دو طابل السكر ديال المعده اللي كنستعملوه هو كيتم التصنيع ديالو في مصانع الى غير ذلك دونك هو اسبيس شيميك ارتيفيسيال لو كاوتشو الكاوتشو هنا كتلاحظوا بان الكاوتشو ديجا سيتي مع الكاوتشو ناتوريل دونك هذا كاوتشو ارتيفيسيال كنقدروا نصنعوا داك الكاوتشو نورمالمون في المختبرات بدل من اننا نخرجوا من لي زارف حيت لا كونتيتي اللي غنخرجوا من الطبيعه غتكون انسوفيزونت علاش حيت كنصنعوا من الكاوتشو والمطاط كنصنعوا منه ديك العجلات ديال السيارات بالتالي الطلب متزايد على العجلات ديال السيارات كيكون كثير بالتالي فكر الانسان انه عرف بان لا ناتور ما توفرلوش كونتيتي كبيره دونك مشى للتصنيع دونك الكاوتشو اللي كيتم التصنيع ديالو في الدومين اندستريال في المجال الصناعي راه كيتسمى اسبيشيلي ارتيفيسيال وديجا كاين الماتين ديالو في الطبيعه يعني كاين الكاوتشو اللي كيتصنع وكاين الكاوتشو اللي كيتخرج من لي زارف لي ناتوريل بالتالي هاد الكاوتشو كنقولوا سي ان كاوتشو ولا سي ان اسبيشيميك سيميلار يعني مماثل للكاوتشو ناتوريل وهاد الكاوتشو ارتيفيسيال هاد الصناعي كيكون عنده لي ميم بروبريتي ولا لي كاركتيريستيك كيكون عندنا نفس المميزات والخصائص ديال الكاوتشو ناتوريل اللي ديجا كيكون في لا ناتور لي سبيس شيميك نقدروا نصنعوا عاوتاني نصنفوه باغ اكزومبل لواحد جوج ديال الانواع يا اما كنقولوا سبيس شيميك اورغانيك ماده كيميائيه عضويه ولا سبيس شيميك انورغانيك ماده كيميائيه غير عضويه دونك عضويه غير عضويه هادشي قريتوه لا 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 ماتيير اورغانيك ولا لي ماتيريو اورغانيك قريتوهم في 3 ايام على الكوليج
الا عطيتك بزاف ديال لي ماتيير قلت لك واش هاد لا ماتيير اورغانيك ولا ان اورغانيك، هنا كدير واحد تجربه، هاد التجربه ديال لا كومبوستيون ضروري كنديروا الاحتراق، كنشدوا داك الماده كنحرقوه، جوج ديال الحالات، سواء غتوقع واحد الحاجه سواء غتوقع واحد الحاجه. الا شديت داك الماده وحرقتها داكور شعلتيها العافيه وتكون ليا في النواتج في لي برودوي تكون ليا سي او 2 لو ديوكسيد دو كربون، ثاني اكسيد كربون ايلو كنقولوا في هذه الحاله ملي كنحرقوا واحد الحاجه وكينجوا لينا هاد الجوج الماء قطرات من الماء والديوكسيد دو كربون هذا الغاز هذا كنقولوا بان هاد لا ماتيير هادي راه اورغانيك. الى حرقنا داك الماده وما كانش لينا في النواتج سي او 2 لو غاز دو ديوكسيد دو كربون غاز ثاني اكسيد كربون كنقولوا في هذه الحاله راه ان اورغانيك. باغ اكزومبل خديت لو بابيي الى حرقت الورق قريتو نتوما في نورمالمون في التاسعه انا البابيي فاش كنحرقو شكون هو الغاز اللي كيكون مسؤول في الهواء على لا كومبوستيون كيكون هو ثنائي الاكسجين، اوتوماتيكمون كيطلعوا ليا واحد المواد على شكل يعني واحد البخار كيطلع لينا هذوك هما النواتج ديال هاد لا كومبوستيون. شنو كينتج عليهم؟ سي او 2 اللي هو سي ان غاز ثنائي اكسيد الكربون وكينتجوا واحد لي غوت دولو واحد القطرات من الماء، بالتالي كنقولوا بان البابيي في هذه الحاله راه ماتيير اورغانيك وخصني نعرف بان اي استشيميك اورغانيك كيكون كيتكون اساسا من لي زاتوم دو كربون لي زاتوم ديدروجين، كيكون كيتكون من الذرات ديال الهيدروجين والذرات ديال الكربون. لاحظ معايا بان البابيي نورمالمون مناش غادي يكون كيتكون، نشوفوا في النواتج عندنا الانواع ديال لي زاتوم اللي عندنا في النواتج، عندنا السي وعندنا الاش، وهاد الاو نورمالمون جايه من او 2 اللي كاينه هنا في لي رياكتيف، دونك هاد سي او اش راه كيدخلوا في التكوين ديال لو بابي، دونك لو بابي ديجا كيتكون من الكربون ومن الهيدروجين، من الذرات ديال الكربون والهيدروجين، دونك هو سي اون ماتيغ اورغانيك، وكنزيد نتاكد ملي كنحرقو كينتج ليا في النواتج هاد سي او 2 اش 2 او، حتى البيوتان غاز اللي كنستعملو الجلوكوز، البيوتان هنا عاودتها دو فوا ديزولي، دونك هادو الا حرقتهم ضروري كيكونوا في النواتج عندنا سي او 2 اي اش 2 او. انت كتكون عندنا لا ماتيير انورغانيك ولا ليسبيس انورغانيك الا حرقتهم وما نتجش ليا سي او 2، ما نتجش ليا سي او 2 في لي برودوي بحالاش بحال لو فير الا حرقتو الحديد ولا لو ولا السولفات دو كويفر هادو الا حرقتهم راه غينجو ليا نواتج، ولكن النواتج ديالهم ما غايكونش فيهم سي او 2 في النواتج، بالتالي كنقول هاد لا ماتيير هادي انورغانيك. وهكا غادي نكونوا سالينا هاد الدرس هذا الاول ديال لي زيست شيميك، كنتمنى الشرح يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش تخليو ليا واحد لايك واحد الكومونتير زوين، الا كنتو باغي واحد لا سيري ديكزيرسيس ديال هاد لو كور قولوا عليا في التعليق باش نحاول نورمالمون نبي الطلب ديالكم في اقرب وقت ممكن. تهلاو ليا في راسكم بزاف، السلام عليكم ورحمه الله.